حياكم الله جديد في مقطع ثاني. انا ام سي سي معكم، رجعنا لكم في انثم. اليوم فتح الديمو مره ثانيه، بس الديمو هذه المره فري تو بلاي، اي واحد يقدر يلعب، سواء عندك اللعبه بري اوردر او عندك اي اكسس غير مهمه، تقدر تلعب تحملها دحين وتلعب. والحمد لله حلوا مشاكل في الديمو الاول، كان في كم مشكله لكن ما علينا. اليوم ان شاء الله راح نستعرض اول شخصيه اللي حاب، اللي هي الكروسس. طبعا الكروسس هو التانك الوحيد في اللعبة هذه، وزي ما شايفين هذا يعتبر المقر حقها الرئيسي، اسمه فورت ديفايس على ما اظن، وهنا مكان الآلي تبعك. زي ما شايفين هذا هو الكلوسس تبعي. حاولت الونه زي الهولك باستر، اذا كان تعرف الهولك باستر من البدلة والآلي حق الايرون مان. نفس الالوان، مو قريب لكن يلا. طبعا هذا هو المكان زي ما قلت، هنا لما تبغى تروح مهام تجي هنا وتركب الآلة تبعك وتروح. في هنا الفورج اللي هو المكان اللي تستعرض فيه الآلين حقك. خلينا نفتح الفورج مع بعض ونشوف، يعني تبغى تصلح في الآلة تبعك او تبغى تختار آلة ثانية، كله موجود هنا في الفورج. طبعا في اساسيات في كل آلة، عندك خاصية الاولى هنا مثلا، تجي تغير خاصيات من اللي تحصلها من المشن. انا حاليا ضبطت كذا كم حركه بس علشان تناسب اسلوب اللعب اللي انا العب فيه. في اشياء مره كويسه، في اشياء يعني هو كذا ولا كذا، يعتمد على لعبك. طبعا اللي يميز الكولوسس هو الهافيغان. هذا الكولوسس هو الوحيد، الكلاس الوحيد اللي يقدر يحط مثلا زي الميني جان اللي هنا، او في جرنيد لانشر. وللاسف ما عندي جرنيد لانش، عندي بس الميني جن هذا وعندي الشوت جن. طبعا هذه الاشياء اللي الباقيه مثلا تخلي شيلد، اشيلك تبع الشيلد تبع الاله حقك اقوى، حاجات زي كذا. عندك الابيرنس، تغير شكل الاله تبعك، وتغير الوان مثلا تبغى تلونه من هنا، اشياء كثيره. فما علينا، خلونا نبدا ونخش مهمه ونشوف. يلا بدينا المهمه، دخلت مع ناس. طبعا زي ما شايفين الاول حاجه تبغى تعرف في انثم هي الطيران. متوطير يعني تقفز في البدايه، تضغط الجير اللي على اليسار وتبدأ طيران سريع. في نوع من الطيران، في الطيران السريع هذا، في طيران ثاني بس قليل. بس اتقرب من المهمه، اوكي سحبني اخويا، راح المهمه فسحبني معهم. الطيار الثاني اللي هو زي ما تقول التحليق، زي كذا اكون في الجو يعني واقف. مهمتنا الحين كسر فجر ودمر. يلا، اللي يميز الكلوسر غيره هو الشيلد هذا زي ما شايفين هنا. معليش كان صوت عالي. اللي يميز الكلوسس زي ما قلت الشيلد هذا، اقدر احمي نفسي واتقدم مثلا زي كذا، وبنفس الوقت اقدر اطير وانا ماسك الشيلد. هنا اقرب مثلا من التورت هذا وابدا يلا اشتغل فيه. في حركات ملي سويت كومبو نفسي، يعني حركته بعدين بعدها فجرت. كيف يخوينا طاح هنا نساعده. يلا 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 قوم. انا مركزت على بيلد، يعني كله حرق في نار، في يعني مره اجريسف زي كذا، كل حركاتي نار. هذا الاول فليم ثرور، اول حركه. الحركة الثانية بشوفها اوريكم مع بعض، بس خلينا بس نشوف كم واحد كذا. هذا الحركة الثانية، ارمي زي ما تقول نار كذا، جدار من النار ويحرق في الانمي. هذا التور الثاني خلينا نكسره. على طول بقي له شيء بس. يا سلام، بسم الله. ايش هذا ولي؟ مره اجريسيف صراحه، هذا هو اللي يميزه. هيلث عالي صراحه مقارنه بال الاليين الثاني. اوكي نحرق ابوهم كلنا. مين باقي؟ تعال هنا. سلاحين عندي، الميريجان هذا والسلاح الثاني عندي الشوتجن. طبعا تقدر تختار سلاحين يعني، بخلي هذا في باله. طيب ايش المهمة تقول؟ المهمة يبغانا اوكي
يطلعون في زي الإشارة فوق لونه أخضر، يبغون أتبع هذا ولين ما أوصل للمهمة. أتوقع إنه الجهاز هذا كيف. تمام. يبغى نوقف هنا في المنطقة ذي لين ما يخلص السيجنال. حرق بس اللي يجي يحرق على طول. وذا عنده شيلد هذا زي الستورم. زي ما تلاحظون عندي خاصية سهم فوق، هذا طبعا السوبر. الحين مفلل اقدر استخدم السوبر في اي وقت، لكن ما يستاهل نستخدمه على هذي، خلينا نوفر شوية. سلام. اكتمل السجن خلاص. هذا الاحمر اللي يكون هيلث، الاخضر يكون امو. لما تذبحهم تذبح الوحوش راح تنزل له. في بعض الاسلحه وخاصيات لما تذبح مثلا الوحوش بالسلاح اللي فيه خاصيه، مثلا يقول انه كل ما تذبح وحش بالسلاح هذا في فرصه انه ينزل لك رصاص اكثر، في بعض الاحيان لا هيلث اكثر. فهذه خليه في بالك، يعني انه في بعض الاسلحه يكون فيها خواص مو بس انه دمج وخلاص. ايوه زي ما لاحظتوا انه العلامه الحمراء هذه، خليني مثلا اطير اطير لين ما يصير احمر اشوف ايش يصير. اوكي بنزل تحت. لما تكون نازل لتحت البار هذا يرجع يعني ما ينقص، لكن لما تكون مرتفع او زي كذا تطير يبدا يسخن اللعب. طبعا اذا سخن راح ينزلني في الارض. بدا يسخن. اوكي اوفر هيتد، يعني اني خلاص الاله حقي لازم اريح المراوح هذه. عندك طريقة انك تريح توقف كذا لين ما يعني تبرد، او تروح عند الموية تجي كلمة مكتوب كولدت انه لاعبك خلاص يعني بدأ الجو عنده يبرد، الحرارة حق النفاذات هذا اللي في ظهره. طيب خلينا نكمل مهمتنا. هنا راح يكون في وحوش كثير اكيد. جهد الصبر. في بعض الوحوش يكون طاقتهم اصفر، هذا يعني انه الوحش ذا اليت. اوكي الوحوش اللي ضدنا يثلجون. اوكي هذا مو كويس. وبرضه في طاقه زرقاء، هذا الشيلد تبعهم، يفضل اني اكسر الشيلد قبل ما اسوي اي حاجه. اوف ذا سوى الصبر. اخوي سوى عليهم الصبر. اوكي انا مره هلتي نازل. طيب هم قاعدين يثلجون وقاعدون يكهربون وكلها. خليني اسوي عليهم الصبر. الصبر يكون زي المدافع. اوكي جا طلقتين بس. الله 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 كثيرين. اللي جاني مرة ثانية يا الله. دمج قوي والله، دمج قوي مرة. انا يفترض اني احمي اصحابي جالس وراهم. يلا حرقناها. خلينا ناكل الهيلث هذا. شيل كله. باقي واحد من ذا، باقي اثنين. يا سلام على الكومبو. بس واحد وين راح؟ شفت واحد انا. اوكي شوف راح. يلا الجهاز اللي بعده هذا. اه
الكويس ان ما في فريندلي فاير، لكن اخوياك يقدرون يخربون عليك مثلا زي كذا، لو يوقف فوق ظهري راح تجي طلقه فيه. لكن الكويس انه ما في فريندلي فاير، يعني الواحد ما يموت لما تطلق على خويك او شيء. لازم اروح ذلك. ايوه في حتى خاصية يعني وانا اصد كذا واضرب بالشيل، يعني كويسة والله. والله شيلد مرة رهيب صراحة، واللي يميز اكثر شيء عن ال عن ذا اسمه الكلاسات الباقية والالات الباقية. طيب نكمل. يبغى نروح الحين مكان ثاني. والله الله وقف الجو احرق. لاعب سخان. يلا يلا نبرد الآلي ونمشي. طريق خطأ. طبعا في فري بلاي تقدر يعني تستكشف في العالم هذا، تمشى بكيفك يعني. تلعب ايفنتات، تبغى بس كذا تستمتع بالطيران هذا وتلفه يمين ويسار. صراحة الله يعني الواحد يستمتع صراحة، خصوصا الطيران هذا مرة ممتع. يعني بغض النظر ان الجرافيكس يعني قد ايش ممتع، الطيران لوحده يكفيك يعني صراحة. طيب خلينا نخش الكهف هذا ونشوف. ايه اوه اخويا راح قبلي والله. Defeat the minion through. طيب اوكي باقي اثنين هنا، نبغى نذبح هذولي. بخلي هذا لاخوياي واروح للثاني اعلمه. صح تعال تعال خبر فوجو. والله هرب. اوكي يلا جات فيه طلقتين بس خلاص كذا تمام. نفس الالوان لابس هذا. طيب يبغانا نحل لغز هنا بسيط تمام. نخلي هذه احمر القطع اللي هنا زي اللمبة اللي هذه، واللي هناك خليها بنفسجي، في علامة بنفسجية توقع تحت الجسر هذا. يس بنفسجي قلنا. وهذيك اللي هناك اصفر، ثالث واحدة ابعد سمحت. في نور بنفسجي اصفر اعلمك انه تخلي هذه صفرة، وبكذا زين حل اللغز. طيب اتوقع كمل المهمة. يب اكتملت المهمة. هنا بعد ما تكمل المهمة تجي هنا تشوفون يعني قد كم اكس بيت حصل لاعبك، كيف كان يعني اسلوبك، وايش الجوائز اللي تحصلها. نسوي سكيب بس هنا. هذا هي الجوائز. اوف اتوقع انه في جوائز من قبل استوهجتني. رير اوتو كانون والله شكله ذا رهيب صراحه. فينوم سبيتر، هذه خاصيات وفي اسلحه تحصلها زي ما انتم شايفين ملونه. طبعا اللي لونه ابيض هذا ابو كلب، اللي لونه اخضر افضل من الابيض، واللي لونه ازرق حاليا هو اقوى واحد. باتل كراي هذا من اول دور لها، فخلينا نستخدمها. خلينا نشيل نسوي سالفج للاشياء اللي ما نبغاها عشان نستفيد من الموارد حقها. اي حاجه ما تبغاها تسوي لها سالفج على طول، وبكذا يعني تكون امورك تمام، يعني ما يتعب الشنطه عندك. انا بسوي كل حاجه سالفج، خلي بس الاغراض الزرقاء. طيب رجعنا المقر، ودحين نجرب الآل الثاني اللي هو الانتسابتر. هذا هو صراحه شكله رهيب صراحه، يعني وزي ما قلت اول في المقطع اللي قبل انه الانتسابتر هذا اللي يحب يكون يعني يلعب باسلوب سريع وحاجات زي كذا، هذا افضل آلي له صراحه. خلنا نبدا مهمه ونشوف مع بعض.
ايوه خشينا دحين بالانترسبتر، هذا مهمه ثانيه. طبعا اللي يميز زي ما قلت السرعه، لو شايفين لاعب سريع هذا بس الركض العادي. القفزات عندي ثلاث قفزات، هذه هي. هنا في افخاخ لازم خلينا نطير احسن. اوكي والله مره سريع صراحه. اوكي وعنده برضه الدوج. واحد اثنين توقعنا ثلاثه برضه، خلينا نتاكد بس. واحد اثنتين اوكي خليه يحمي. واحد اثنين ثنتين اوكي سنيبر. اسلحه عندي فرد وعندي شوت جان. هذا الخواص اللي قاعد ارميها زي اللي هذا حق النينجا زي السكاكين، وعندي برضه الغام مثلث. هذا هو اللي يسوي الملي على الاتاك حقه، مره قوي صراحه. يعني من قريب الانترسبتور مره خطير صراحه. يا سلام انا قاعد احرقهم، احنا نجي نقطعهم. باقي ثورة اتوقع انا اكسرها اخويا. طيب والله داعسين صح. هو مديني اهرب في الجو برضه، رهيب صراحة. اوكي شفنا ترت. هذا الترت بيتعبنا. خلينا نحاول ناخذ بس هذه، لانه مهمتنا حاليا ناخذ ذي القطع اللي تنور، نروح نحطها في آلة وحاجة زي كذا. والله المراوغة عنده مرة ممتازة، حماس الله. هذه هي الآلة تحت الزرقاء. جمعنا خمس، باقي بس حبتين. اوكي اتوقع اخويا راح ينزلوها، على بال ما ينزلوها خلينا نقطع شوية. اوكي يلا نروح المنطقة الثانية اللي بعدها، افترض انها من هنا. يلا بس نرتاح شوية نكمل طريقنا. اوكي عندنا صوبر، خليني اوريكم الصوبر. المكان ذا صعب شوية، في كتورتات في سنايبرات. انا بروح اركز على السنايبرات. والله مرة المراوغة رهيبة. كلام قاعد صوبر، هذا هو الصوبر تبعه. يا سلام. يلا مين باقي؟ نجي نقطع ترت، خلينا نجرب. نقطع ترت ليش لا؟ خلص الصوبر. صراحة مرة اوف اوف. ايش في؟ اوكي في ترت يطلق زي المدافع اللي هو هواك. اعطاه ترت مو لنا، خلينا نركز على ترت الثانية. اوكي شلينا. في سنايبر فول. اوكي كان في سنايبر فوق. اوف والله طلع احد فوجي صح. اوكي مات. شيلد عندي راح خلص، خليني احتمي لين ما يرجع شيلدي. الكويس انه الشيلد راح يرجع مع الوقت، لكن هيل لا، هيل لازم تاخذ هيل من اللي ترمي. اوكي خوينا سادح وطاح دام، خلينا نساعده. اوكي خوينا راح يساعده.
والله حلو صراحة. يلا احنا نكمل نجمع القطع ذي ونرميها هنا. يلا اصبر نشيله ثاني. اوكي في ذولي قاعدين يحرقون. لا لا خوي الله الله اتحبس زيادة انا قاطلي على خوي. والله في دمج دمج عالي صراحة. اوف اوف قبلت في الاغلب. اوكي اوكي هدي 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 خليه يرجع الشيلد بعدين نكمل. اوكي طبعا شخصيات لسه باقي لها حركات كثيرة بس صعبة يعني. انا حاليا شخصية يعني ما شفتها لسه كلها ولا فتحتها كلها عشان نستعرضها يعني مع بعض كلها. لكن ما ادري اشوف هذه يعني كثير شفت دمجها عالي وشفت انها ممكن تعتبر كخاصيات كويسة قلت خلني استخدمها. صور صور باقي لي شوية. باقي لي شويه يا سلام جاء الصبر خلينا نقطعهم الحين مره ثانيه. لو تلاحظون اللي سويت الصبر طبعا ما راح يدمجون اي حاجه وانا هيلث راح يتعبى فل. هذا يعني صبر مره صراحه يعني خاصيه حلوه تعبي هيلثك وما تدمج لما تسوي الصبر وانت راح تقتلهم يعني تقطع فيهم قطعه صح. فك السنايبر وين ذا؟ وين السنايبر ذا؟ اوكي دمج عالي صراحة مرة عالي. وناخذ القطعة ذي ونحطها هنا. اوكي باقي واحدة بس يا سلام. صندوق ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. شفتوا زي ما قلت الجوائز يكون ابيض واخضر وازرق. حاليا الابيض يعني تكون يعني اسوء درجة الاخضر كويس والازرق افضل من الاخضر. طيب نكتفي بالشخصيتين هذه في مقطع اليوم. ان شاء الله في المقطع الجاي راح نكمل بالشخصيتين الثانية. طبعا شخصيتين اللي اليوم تقريبا وصراحة كل شخصية لها اسلوبها الخاص والمختلف. الكولوسوس كان ابطا كلاس وبعدين العلم انسستو اللي هو اسرع كلاس يعني في اختلاف درجة كبيرة. فبس حبيت استعرض لكم يعني الشخصيات علشان اللي حاب يشوف كيف كل شخصية وايش اسلوبها. ممكن في بعضكم يحب هذا الاسلوب بعضكم لا يحب هذا الاسلوب. زي ما قلت في حركات كثيرة مو بس هذه الحركات اللي انا قبل شوي لعبت فيها. لا كل شخصية لها اكثر من 6 أو 7 يعني والله ما ادري كم بالضبط لكن اكثر تقريبا اكثر من 10 خواص كل شخصية اللي تقدر تجيب فيها. وشوف انت اللي يناسبك. بس طبعا حاليا في الديمو الحركات محدودة وما يمدينا نسوي كرافتس. لازم العب كثير لين وانا وحظي لين ما القى الحركات دي عشان استعرضها. لكن ان شاء الله اذا في وقت في الديمو هذا راح نستعرض الحركات كلها ونشوف. لكن في المقطع الجاي راح نلعب بالشخصيتين الثاني اللي هم الستورم والرينجر ان شاء الله. وبكذا وصلنا نهاية المقطع. اتمنى ان هذا الشرح البسيط او الاستعراض حق الشخصيه انه فادكم. لا تنسون تنشروا القناه في مواقع التواصل الاجتماعي تويتر واتساب انستغرام سناب شات. نفسي معاكم ونشوفكم ان شاء الله على خير في مقاطع ثانيه. السلام عليكم.